مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. محمود العسيلي الفنان الشاب هو ضيفنا النهارده. عنده اغنيه دينيه جديده ما تخافش. الحقيقه انه الاغنيه اذيعت في رمضان لكن احنا حبينا ان احنا نذيعها مره اخرى. اغنيه جميله اوعى تخاف او ما تخافش يعني. المهم هنسمعها بعد قليل. والعسيلي الحقيقه فنان شاب كل الشباب بيحبوه، وهو كتب الاغنيه مع شقيقته وايضا لحنها. العسيلي بيلحن وبيكتب كلمات اغاني كثيره. محمود العسيلي نجم الشباب هو ضيفنا بعد قليل. لكن خلونا نبدا بالاخبار وسريعا. الان بينما نحن معكم على الهواء مباشره، يعلن السيد رئيس الوزراء السيد شريف اسماعيل عن ترشح الوزيره مشيره خطاب او ترشيح مصر للوزيره مشيره خطاب لسباق اليونسكو القادم. اليونسكو منظمة الأمم المتحدة المسؤولة عن الثقافة والعلوم عندها دورة جديدة أو منافسة جديدة على إدارة اليونسكو الآن بعد انتهاء منصب أو انتهاء ولاية إيرينا البلغارية إيرينا الآن يوم في 2017 العام المقبل. وطبعا دي كانت بعد منافسة شرسة مع وزير الثقافة المصري فاروق حسني، لكن حسمت لصالح المرشحة البلغارية. الآن مصر تنافس بالمرشحة وزيرة السكان السابقة السفيرة مشيرة خطاب، لكن السفيرة مشيرة خطاب لن تكون المرشحة الوحيدة العربية الوحيدة في هذا السباق. هناك مرشح أيضا لقطر وهو أيضا وزير الثقافة السابق أو المستشار الثقافي لأمير قطر حمد بن عبد العزيز الكواري. هو مرشح أيضا لدولة قطر. هيكون عندنا منافسة شرسة للأسف عربية ولا ندري هل هيكون في مرشحين. طبعا أكيد هيكون في مرشحين من أوروبا، أكيد هيكون في مرشحين من آسيا، مرشحين من دول مختلفة، ولكن للأسف هيكون هناك منافسة عربية، وللأسف لم يتفق العرب على مرشح واحد لرئاسة اليونسكو. ستكون هناك مرشحة من مصر، وسيكون هناك مرشح من قطر. هل سيلعب المال؟ هل ستلعب السلطة يعني المال طبعا بشكل كبير، الاستثمارات القطرية في أوروبا استثمارات قوية. مشيرة خطاب بتحاول أن تحصل على دعم إفريقيا والدول الإفريقية، والرئيس السيسي عندما كان في مؤتمر رواندا الأخير يعني كان أحد الموضوعات المتداولة هو الحصول على دعم إفريقيا لمرشحة مصر. مصر دولة غير بعيدة عن اليونسكو، مصر دولة من الدول المؤسسة لليونسكو، وقعت اتفاق إنشاء اليونسكو منذ عام 45. فالحقيقة أن مصر أصلا دولة مش بعيدة عن اليونسكو، غير أن في كثير من الأثار والمواقع الأثرية المصرية تحت إشراف اليونسكو. معي من حديقة المتحف المصري حيث تعلن مصر رسميا ترشح السفيرة أو الوزيرة مشيرة خطاب لإدارة اليونسكو زميلتنا نسرين فؤاد. نسرين مساء الخير، ماذا قال رئيس الوزراء عند تقديمه لترشيح الوزيرة مشيرة خطاب؟ مساء الخير أستاذة لميس. بالفعل يعني أحدثك من داخل المتحف المصري بحضور يعني عدد كبير جدا من الشخصيات العامة وحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزراء آخرين. تم منذ قليل إعلان ترشح السيدة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لليونسكو، وقال المهندس شريف إسماعيل أن تم اختيارها وقررت يعني مصر ترشحها لهذا المنصب الرفيع، وقال أنه تم تشكيل لجنة خاصة متخصصة بها الكثير من الشخصيات المتخصصة في مجال الثقافة والعلم لاختيارها، وتم لترشيح أحد الشخصيات التي تمثل مصر في اليونسكو، وتم الإجماع بشكل كبير على السيدة مشيرة خطاب يعني بعد مداولة طويلة. وكانت السيدة مشيرة خطاب هي المرشحة لهذا المنصب وتم ترشيحها على هذا الأساس.
الأساس، وقال أو أشار أن يعني المجموعة العربية لم تصل إلى هذا المنصب، وبالتالي إذا وصلت يعني المشير الوزيرة مشيرة خطاب إلى هذا المنصب فسوف تكون أول عربية تصل إلى هذا المنصب. كذلك تحدث وزير الخارجية سامح شكري بعد كلمة رئيس الوزراء، قال أن يعني أشاد طبعا بشخصية الوزيرة مشيرة خطاب، وقال أنها غنية عن التعريف طبعا، وتعتبر نموذج للمرأة المصرية الناجحة من خلال طبعا دورها في المناصب التي تولتها من قبل، وقالت أنها أو قال عفوا أنها المرشحة الوحيدة من القارة الإفريقية لهذا المنصب، وأشاد بدورها طبعا خلال كلمته، وقال أنها سوف تكون خير ممثل للحضارة العربية وللقارة الإفريقية في هذا المنصب كمدير عام للمناصب. نسرين، هل يعني في الأروقة كلام على المنافسة القطرية؟ يعني للأسف العرب لم يتفقوا على مرشح واحد، مصر ترشح مشيرة خطاب وقطر ترشح ممثلا لها، فيعني احنا بنتكلم على منافسة قوية على هذا المنصب. لم يعني تأتي هذه الفرصة للحديث عن يعني المنافس للسيدة مشيرة خطاب وهو وزير الثقافة السابق القطري، لكن كان الحديث أن يعني مصر لديها من الكفاءات ما يوصلها أو يمكنها من الوصول إلى هذا المنصب، وتم الإشادة بشكل كبير بالدور الذي أو الأدوار التي تولتها السيدة مشيرة خطاب، وكأن هناك نوع من يعني الثقة بأنها هي التي سوف تفوز بهذا المنصب وتتغلب على كل منافسيها يعني على هذا الكرسي. بشكرك أيضا أستاذة لميس، عفوا يعني سوف أضيف يعني نقطة مهمة جدا. وزير الخارجية أعلن اليوم أو حالا في خلال كلماته عن تكوين مجلس يضم عقول مميزة لديها خبرات معرفية كبيرة في مجالات العلوم والثقافة وشخصيات عامة يعني متخصصة في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا لدعم هذا المنصب إذا ما فعلا توصلت أو وصلت يعني الدكتورة مشيرة خطاب إلى هذا المنصب كمدير عام لليونسكو. وعدد من الشخصيات هذه الشخصيات عدد منها هم دكتور إسماعيل سراج الدين ودكتور جابر عصفور ودكتور زاهي حواس والسفيرة فاطمة الزهراء ومحمد والأستاذ محمد السلماوي. دول لما بعد وصولها ولا دول مجموعة لدعم ترشيحها؟ لا، دول ما بعد وصولها إذا ما تمكنت بالفعل من وصول إلى هذا المنصب سوف يعني هي تم تشكيل بالفعل هذه اللجنة إذا ما تم الوصول وصولها إلى هذا المنصب سوف يتابعون عملها بالطبع من خلال دعمهم من مختلف خبراتهم أو خلفياتهم العملية. بشكرك نسرين فؤاد زميلتنا من المتحف المصري، حيث أعلنت مصر رسميا عن ترشيحها للوزيرة مشيرة خطاب مرشحة لمصر وإفريقيا إدارة اليونسكو. المعركة مش هتكون سهلة، ونتذكر قبل إيرينا بوكوفا المعركة اللي كانت مع وزير الثقافة فاروق حسني، بكل ثقة لفاروق حسني وكل يعني ثقة لمصر حينها، وما كانش في مرشح عربي آخر، وقادت المعركة ضد فاروق حسني الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في حرب شعواء ضد فاروق حسني وقتها، كلامه عن إسرائيل، كلامه عن يعني تمت قيادة معركة ضد فاروق حسني وضد مصر بقيادة الممثل الأمريكي لداخل أو المندوب الأمريكي السفير الأمريكي داخل اليونسكو، ويعني فازت المرشحة البلغارية بحوالي 3-4 أصوات على فاروق حسني بعد معركة يعني كانت عنيفة جدا، معركة كانت محتدمة في المنافسة. احنا دلوقتي في موقف معرفش أسوأ ولا أفضل، لأنه قطر
صحيح دولة يعني ثقافتها لا تقارن أو تاريخها الثقافي وعلاقتها باليونسكو، علاقتها بالمواقع الثقافية بالحضارات لا تقارن بعلاقة مصر وبثقافات مصر وبتاريخ مصر، صحيح يعني من الناحية الثقافية، من الناحية المعرفية، من ناحية العلاقة باليونسكو ما فيش مقارنة. قطر دولة أول امبارح يعني خرجت للنور، دولة بلا تاريخ ولا حضارة، لكن احنا هنا بنتكلم على دولة الحضارات كلها، دولة منبع الحضارات في مصر. ولكن هل هتكون المنافسة هي منافسة في هذا المجال؟ لا، المنافسة في إدارة المنظمات الدولية هي منافسة سياسية، وهي تقوم على اللوبي السياسي. لو احنا عايزين مرشحتنا تكسب، احنا محتاجين لوبي سياسي قوي، ومن الان تكون هناك خطه سياسيه. وانا هنا بتكلم على خطه سياسيه، ما بتكلمش ان مشيره خطاب تروح تلف دول العالم هي، لان هي يجب ان تساندها مصر الاداره السياسيه، زي كده ما الرئيس في افريقيا اتكلم عن دعم افريقيا لمشيره خطاب لمرشحه مصر. احنا هنا بنتكلم على لوبي سياسي يجب ان يكون في كل العالم لدعم المرشحة المصرية. ولسه ما نعرفش إذا كان في مرشحين آخرين من أوروبا الشرقية أو من آسيا أو من أي منطقة أخرى، ما نعرفش لسه إيه وضع المرشحين الآخرين. لكن إذا كان الأمر مرشح عربي آخر للأسف، فإحنا في النهاية محتاجين لوبي سياسي قوي، يعني لجنة أزمات ولجنة لمساندة مشيرة خطاب تكون لجنة فيها كل الأجهزة المعنية، فيها الخارجية، فيها أجهزة المخابرات، فيها سفرائنا، من أجل يعني تكوين لوبي من الآن وجماعات ضغط، ونبتدي نتكلم عن مشيرة خطاب وندعم مش بس الشخص، احنا بندعم الدولة. مهم جدا ان احنا هنا بندعم الدولة وليس الشخص. معركة لن تكون بالسهلة، الانتخابات العام المقبل، فاحنا بنتكلم على لسه قدامنا وقت، ولكن محتاجين ان احنا نعمل جاهدين من الان من اجل فوز مرشحتنا اذا كنا جادين في هذا الدعم. عندنا أخبار أخرى كثيرة، ولكن هنبتدي بما الموضوع اللي احنا بقالنا يومين بنناقشه. بقالنا يومين بنتكلم عن الإصلاح الاقتصادي والبرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي، ومبارح شفنا واحد من عناصر هذا البرنامج بيتم مناقشته في مجلس النواب، اللي هو قانون القيمة المضافة. وحنتابع النهاردة ردود أفعاله، لأنه له ردود أفعال كثيرة جدا، في ناس معترضة على أمور كثيرة، نواب لديهم تعليقات، وأظن أن المالية هتبتدي تاخد هذه التعليقات بعين الاعتبار. لكن السؤال اللي وصلني من ناس كتير، هل الإصلاح الاقتصادي في مصر هيقوم فقط، أو الإصلاح المالي عموما هيقوم فقط على الضرائب؟ يعني بمعنى آخر، هل هيقوم فقط على فكر الجباية، إن أنا عندي عجز موازنة وإن أنا عندي دين عام واصل ل100%، فالحل الوحيد لهذا الأمر هو إن أنا أشتغل على الجباية، أشتغل على جيوب الناس، أشتغل على من يستطيعون دفع سداد الضرائب فأخذ منهم الفلوس؟ الحقيقة لو كان هذا الفكر فهذا فكر خاطئ، ولكن هذا هو ليس هو الفكر طبقا لمعلوماتنا. هو عنصر مهم، الضرائب والإصلاح الضريبي عنصر مهم، لكن العناصر الأخرى أكثر أهمية. التشغيل، دور رأس المال، الادخار، الاستثمار، كل دي عناصر مهمة. طبعا السياحة، كل دي عناصر مهمة ما نقدرش نستبعدها عن فكرة الإصلاح الاقتصادي. لكن الأهم في كل هذه العناصر هو عودة الثقة في الاقتصاد المصري. والثقة تحتاج إلى إشارات. هل خلونا نسأل أسئلة بوضوح كده، هل الثقة اهتزت؟ للأسف أيوة. وخلونا نعترف بيننا وبين بعض كده ونعترف على الملأ، أيوة الثقة مهتزة في الاقتصاد المصري. عودة الثقة تحتاج إلى إشارات. لدينا فاندمنتلز عظيمة، لدينا قواعد وأساسات عظيمة للاقتصاد المصري، ولكن نحتاج لإشارات تعيد الثقة مرة أخرى في هذا الاقتصاد. إيه هي الإشارات دي؟ أحد هذه الإشارات إن إحنا نؤكد، أو إن الدولة تؤكد، أو إن الإدارة تؤكد، أو إن القائمين على الاقتصاد يؤكدوا أننا لن نعود إلى اقتصاد الستينيات، ولن نعود إلى التوجهات الاشتراكية التي انتهت من العالم كله. صحيح ممكن يكون للدولة دور لرعاية محدود الدخل وللتدخل في وقت الحاجة ولوقف الاحتكارات ولضرب الاحتكارات وللحفاظ على المنافسة،
لكن الاتجاه نفسه محتاج الى توضيح، محتاجين نوضح ان هو لا تأميم، لا عوده للاشتراكيه، لا عوده لاقتصاد الستينيات، وده محتاج القائمين على الاقتصاد ان هم يوضحوه دايما. اشاره واضحه. عايزين اشاره ثانيه تؤكد ثقه الاداره المصريه في القطاع الخاص المصري، وان العلاقه بينهم مش علاقه قايمه على الجبايه، مش علاقه قايمه على لي الذراع، مش علاقه قايمه انت لو ما دفعتش هفضحك، وانت لو ما دفعتش هجري وراك الضرايب، وانت لو ما دفعتش هطلع عليك الجمارك، وانت لو ما دفعتش هعملك قضيه كسب غير مشروع. العلاقه دي محتاجه ترميم، محتاجه اعاده ثقه. القطاع الخاص المصري قطاع وطني، قطاع وطني بيشغل ناس، عايز يشتغل، عايز يتوسع، لكن عايز يتوسع وهو مش خايف، عايز يشعر انه شريك كامل الشراكة في بناء هذا البلد، مش شريك هاخد منه اللي أنا عايزه وبعدين أرميه في السجن في تاني لحظة وأعمل له قضية وأربع أيام يتحبس في أقل حاجة، ولو تعثر بيتحبس على طول. محتاج إنه يشعر بالثقة بالأمان. الإشارات دي القطاع الخاص المصري محتاجها، محتاج يشعر بيها. إعادة الثقة في الاقتصاد محتاجة إشارات كتيرة جدا، محتاجين نشعر إن الكلام عن الخصخصة مش كلام سيء السمعة، إنه كل هذه الحكومة على قلب رجل واحد، وإنها لما بتقول أنا هطرح أجزاء من شركات عامة ده مش بخوف، مش بجزع، مش برعب، ولكن كلنا على قلب رجل واحد، كلنا مدركين الفكرة اللي احنا عايزين نوصل لها، وكلنا مقتنعين بالفكرة دي، ما عندناش واحد بيقدم وواحد بيأخر. محتاجين ان احنا نضرب الايدي المرتعشة. كل دي اشارات مهمة جدا. لما حد يقدم لأرض ياخدها، لما حد يكون عايز كهرباء ياخدها، لما القطاع الخاص محتاج اشارات لدعم الثقة. هذا الاقتصاد محتاج اشارات لدعم الثقة. محتاجين ثقة ان احنا مش كل يوم هيطلع لنا قرار بكريدت كارد يتمنع وديبت كارد يتمنع وبعدين نرجع في كلامنا ونقول لا مش هنمنعه. ما نصارح الناس، ما عندناش دولارات. ما نصارح الناس، ما فيش دولارات يا جماعة، عندنا أزمة وما عندناش دولارات، مش هنقدر على كده. لكن في نفس الوقت مش عشان 2، 3، أو 10 أو 100 بيسيئوا استخدام بطاقات الخصم فأنا هعاقب الشعب كله. ما ينفعش. وهو احنا يعني قد ايه بيتم سحبه عن طريق الديبت كاردز ولا بطاقات الخصم ولا بطاقات الائتمان؟ كام يعني؟ هل الرقم ده يوازي اهتزاز الثقه؟ كل دي اشارات. هذا الاقتصاد يحتاج الى رساله تطمين من القائمين على هذا الاقتصاد، من القائمين على ادارته، ان انا عندي ازمه ولكن انا شايف الحل، ان انا عندي مشكلة ولكن انا شايف الحل. احنا بنسمع بس عن المشكلة، احنا بنسمع بس عن الازمة، بنسمع بس عن عجز الموازنة، بنسمع بس عن انه عندنا دين عام وصل ل100%، لكن ما بنسمعش عن الحل وان انا حوصل للحل ده خلال فترة معينة. هذا الاقتصاد يحتاج الى رسائل تطمين والى رسائل ثقة تعيد ضخ الحياة فيه والإيجابية فيه مرة أخرى. محتاجين إشارات إن إحنا نسوي كل المتأخرات مع الناس. ليه عندنا خبرات قاعدة برة؟ ليه عندنا رشيد محمد رشيد قاعد برة؟ ليه عندنا يوسف بطرس غالي برة بقى مستشار لأنجولا ومستشار للإمارات؟ ليه؟ ليه الناس دي ما بنستخدمش خبراتها؟ يعني بدل ما هم برة ما بنرجعهمش نستخدم خبراتهم. محتاجين برنامج شفاف وواضح أمام الناس. بدل ما المريض عمال ينزف عايزين ننقذه قبل ما يذهب إلى التهلكة. خلونا نسمع ما قاله السيد وزير المالية النهاردة في مؤتمر الصحفي حين تحدث عن القيمة المضافة. الضريبة الحقيقية والقاسية اللي بتدفعها الناس هو التضخم، والتضخم بلا أدنى شك بينتج من عجز موازنة. فبالتالي نحن النهاردة بنحاول بنشتغل بشكل جاد وكبير في ان احنا نقلل من عجز الموازنة ده. اعتقد انه امر احنا كلنا
يعني سواء حكومة أو سواء حضراتكم بتمثلوا الصحافة والإعلام، سواء مجلس النواب، ده أمر كلنا لازم نبقى متعاونين فيه بقدر كبير إن إحنا نقدر نحققه. إحنا بندرك تماما أهمية إنه الاستمرار في السلع اللي كانت معفاة وزودنا عليها، وأهمها اللي ممكن نقول عليه بيمس حياة الناس اليومية بشكل مستمر وبشكل مباشر، فبنلاقي إنه يعني معظم السلع الغذائية بنسبة تزيد عن 90% معفاة من الضريبة، النقل، التعليم فيما عدا التعليم الدولي، الصحة، خدمات الصحة، كل ده معفى. فبنتكلم على ما يمس حياة المواطن بشكل يومي ان احنا ما بنقربش منها. طبعا لازم كمان بنؤكد على فكرة اصدار الفواتير، هنشتغل على فكرة اصدار الفواتير على شقين، شق منهم انه الناس تعمل الكلام ده طوعا او عن طريق انه يبقى في مواد في القانون بتخطئ او بتخلي اللي ما يصدرش الفاتوره مخطئ، وفي حاجات كمان ان احنا بنشوف وسائل ودي موجوده ان احنا بنخصص نسب من الحصيله انها بتتعمل زي مكافآت للناس اللي بتقدر في نهايه الامر انها تقدم فواتيرها، وده هنشوف ان احنا نعمله بافضل طريقه ممكنه في الفتره القادمه. إذن قانون القيمة المضافة بيتم مناقشته الآن في مجلس النواب، ومعي على الهاتف مرة أخرى السيد عمرو منير نائب وزير المالية لشؤون الضرائب. أستاذ عمرو مساء الخير مرة تانية. مساء الخير يا أستاذ. اهلا بيك. عايزين نناقش بعض اكيد جات لكم او جات لنا كمان بعض المقترحات وبعض يعني الكومنتس على القانون القيمه المضافه. خلينا نبدا بالسؤال الاول على موضوع المعسل، لان هو جالنا امبارح اتصال من رئيس شعبه الدخان او السجاير وقال انه كده احنا بنعاقب المصنع المصري للمعسل والمستورد اغلى، سوري المستورد هيكون ارخص مقارنه بالمنتج المحلي. طيب انا الحقيقه مش عارف يعني ايه، انا القانون هو كل التعديل ده كان موجود في القانون المعسل ده موجود في قانون ضريبه المبيعات. اللي حصل ان في قانون ضريبه القيمه المضافه ان احنا بس زودنا النسبه من 100% الى 150% وقلنا بحد ادنى 100 جنيه، في القانون السابق كانت 100% بدون حد ادنى وما فرقناش بين المحلي والمستورد، فانا الحقيقه مش عارف ايه السبب انه بيقال انه في تفرقه، هو نفس اللي كان بيطبق بنفس الطريقه على المحلي والمستورد، احنا بس زودنا النسبه ل من 100% الى 150%. فالنسبه دي ستطبق على المستورد ايضا؟ على المستورد والمحلي، ما فيش حاجه في الجداول بتفرق بين المستورد والمحلي بالنسبه على اساس ان المستورد ممكن يكون عليه جمارك يعني. طب ما ده بالعكس، ده معناها لو في جمارك يبقى الجمارك. طيب فدي معلومه مهمه ان هو هيطبق على المستورد والمحلي وبالتالي الاثنين نفس الشيء. تمام، ده ما حصلش زي ما حضرتك كده، ما حصلش اي تغيير في المعامله بين الاثنين، هي نفس المعامله اللي كانت موجوده في ضريبه المبيعات، هو كل اللي تم زياده النسبه من 100% الى 150%. طيب برضو جالنا يعني من القائمين على الاتصالات انزعاج من انه احنا زي ما قلت لحضرتك بالامس بنحاب كده في يعني تفضيل لخدمات المصريه للاتصالات، انا كده بدي المصريه للاتصالات ميزه تنافسيه على منافسيها لان هم المحتكرين الانترنت الارضي، وبالتالي انا بديله سنه مهله بينما سنه مهله من الاعفاء بينما الاخرين ليس لديهم هذا الاعفاء. لا انا عايز اقول لك بس اكيد اللي قال لحضرتك المعلومه دي ما حد ما يعني بعيد عن مجال الاتصالات، لانه الاتصالات الانترنت اللي هو عن طريق المحمول هو اوريدي خاضع للضريبه. اللي حصل انه كان الانترنت الارضي اساسا معفي من الضريبه، انما الانترنت اللي هو جزء من الموبايل ده خاضع للضريبه من الاول. بالعكس احنا دلوقتي اللي المفروض يعني هو يتكلم اللي هو الانترنت الارضي، احنا قلنا ان احنا هنخضعه وهندي فتره سماح سنه لانه هيخضع، انما المحمول اوريدي خاضع، فالعكس الحاله هنا عكسيه، اللي كان معفي هو اللي خاضع، انما المحمول من الاصل
خاضع طبقا لقانون ضريبه المبيعات. طب هل جات لكم ملاحظات اخرى؟ يعني هل ابتديتوا تسمعوا ملاحظات اخرى؟ يعني مثلا سمعنا ايضا عن المدارس الدوليه، وفي انزعاج من فكره تطبيق الضريبه على المدارس الدوليه، لان المدارس الدوليه ما بقتش يعني يعني كثير من الطبقه المتوسطه نتيجه فشل منظومة التعليم المصرية، ويعني ده حاجة ما نختلفش عليها، بقوا بيودوا ولادها مدارس دولية، وفي مدارس دولية بدرجات يعني مش كلها بالأسعار العالية قوي، فبالتالي لما بنضع تكلفة على المدارس الدولية ده برضو بيزود بيزيد العبء على كاهل الأسر. طيب يعني حضرتك سالتي الاول اذا كان في ملاحظات، احنا الحقيقه جالنا ملاحظات طبعا من اطراف، وده طبيعي، احنا ما بنعملش حاجه، احنا مش يعني ما فيش حاجه بيرفكت، احنا ولا احنا ملائكه، احنا بنعمل حاجات قابله للتصحيح والتعديل، بتجيلنا ملاحظات، بعض الملاحظات بندرسها، اذا كان ديها لقيناها يعني مبنيه على اساس قوي وبتحقق هدف القانون بناخد بيها. احنا جالنا ملاحظات في المناقشات مع مجلس النواب امبارح، بيجينا ملاحظات من المهم، بس احنا عايز اقول لحضرتك ان احنا كتير قوي من الملاحظات لما مشروع القانون الاول اللي هو كان مقدم للبرلمان في اول مره جت، احنا خدنا بكتير من الملاحظات دي، فالحاجات اللي بتيجي دلوقتي ملهاش يعني بعيده عن نص القانون، هي كل اغلب الملاحظات بخصوص بعض الجهات اللي هي بترى انها قد تتاثر بسعر الضريبه، انما مش على فكره الضريبه نفسها ولا على نص القانون. بالنسبه للمدارس الدوليه، بص حضرتك، ما يعني احنا طبعا مش هنقدر نعفي كل حاجه، ما احنا لو اعفينا كل حاجه يبقى يعني خلاص بيعملوش لازمه القانون، احنا بنطبق المدارس، احنا ما بنتكلمش على المدارس الدوليه، احنا بنتكلم على المناهج الدوليه، يعني المدارس اللي بتقدم مناهج دوليه، انما يعني مش كل مدارس اللغات هتبقى خاضعه، المدارس اللي هي بتدرس حتى لو هي مدارس لغات انما بتدرس المنهج الناشونال، دي مش خاضعه، فهي بتتعلق بالمناهج الدوليه. انا طبعا عارف ان في بعض يعني بيتكلم على انه التعليم وانه الناس تدفع مصاريف، بس احنا لو حضرتك بتتكلم على نسبه 5%، مش بنتكلم على رقم كبير، انما يعني نسبه مش كبيره، وفي نفس الوقت يعني احنا برضو يعني بنراعي الملاحظات وهندرسها، واذا كان في اي مجال ان احنا يعني تعديل هناخد. طيب بمناسبة التعليم أيضا، أنتوا عافيتوا يعني كل ما يتعلق بالتعليم ما عدا المدارس الدولية، لكن احنا كده ما عافيناش، يعني بنعفي السنترز، بنعفي الدروس الخصوصية، بنعفي الحاجات، يعني وضع الدروس الخصوصية والمجاميع والحاجات دي إيه يا أستاذ عمرو؟ لا، الدروس الخصوصية دي غير شرعية. طبعا الدروس الخصوصية دي وبالتالي دي خاضعة لضريبة الدخل، ما اقدرش اروح لحد اللي يعني هي ما بتتحصلش اساسا. بالظبط، لا يعني هنحصل هنا وبيتحولوا تهرب ضريبي، يعني هل مثلا انت عارف حضرتك مثلا المخدرات لو حد بيخضع للضريبة لضريبة الدخل، مش هفرض على ضريبة على تاجر المخدرات اقول له اعمل قيمة مضافة يعني، انما ده كله هو متهرب اساسا، فالدروس الخصوصية دي غير شرعية، ما حدش بيروح بيجي يخطر مصلحة الضرايب يقول لهم انا بدي دروس خصوصية، فهو ده بيبقى متهرب ضريبيا وبيعامل معاملة المتهرب لان هو بيمارس نشاط غير قانوني، وبالتالي هو كده داخل يعني في منظومة غير رسمية، ولازم يعامل معاملة المتهرب الضريبي. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عمرو المنير نائب وزير المالية لشؤون الضرائب، ومعايا من مجلس النواب النائب أشرف العربي عضو مجلس النواب. مساء الخير يا سيادة النائب. مساء الخير يا مدام لميس، كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيب يعني بتناقشوا طبعا في الخطة عايز أشكرك الأول على المقدمة عن الحالة الاقتصادية في مصر والنصايح اللي حضرتك بتديها، لأنها كلها في الصميم، ونشكر الصوت ده اللي فعلا بيرشد الدوله الى انها تغير الطريق ده للطريق اللي حضرتك بتحكي فيه. اتمنى بس ان الناس تسمع. احنا ورا الدوله كلنا في هذا الطريق. طبعا اتمنى بس يكون له صدى، ما يكونش له انزعاج. يعني دي من ضمن الحاجات الحقيقه اللي انا بشوف حضرتك بتكرريها، وارجو انهم يسمعوا ويناقشوا الكلام اللي حضرتك بتقوليه، لان مفيش مخرج تاني حقيقي للازمه الاقتصاديه الا في هذا السبب، في خارطه الطريق اللي حضرتك بتتكلم فيه. اشكرك شكرا جزيلا. طب سياده النائب، يعني بتناقشوا قانون القيمه المضافه، ايه ملاحظاتك؟ هو احنا الحقيقه شايفين القانون طبعا تحسن، الدرافت دي تحسنت كتير عن الدرافتات القديمه، واعتقد ده فضل فيه لعمرو المنير ان هو بيحاول ينقل التجربه العالميه لتجربه مصريه، ولكن
بعض البنود اللي جت في القانون ابتدينا ندخل في قصة الجباي. يعني هو نقل تجربة دولية وحاول يتخلص من قانون ضريبة المبيعات القديم اللي كان برضو فيه تشوهات، بس نقلنا في بعض المواد اللي حضرتك اتكلمتي عنها لفكرة الجباي برضو. يعني مثلا نسمع 5% التعليم الدولي، التعليم في العالم كله في كل دول العالم التعليم غير خاضع لضريبه القيمه المضافه، بينما مثلا اعفى الاطباء. يعني هو عمل بيعمل حاجات غريبه شويه، تمام، لان الصحه كمان حضرتك عارفه الصحه معفيه والنقل معفي. ما نجيش بقى للعربيات الملاكي اوبر ومش عارف ايه، اصل اللي بيركبوهم ناس يعني شويه بيحطوا برفان هم نازلين فما بيركبوش التكات ومدفعهم. يعني انا شايف في توجه جبائي شويه، واعتقد احنا في المجلس هنعدل هذا التوجه مع المناقشة مع الحكومة. احنا عايزين قانون كويس يعيش معانا بقى بدون تشوهات. مش عايزين بعد 5 سنين جينا وزير مالية او مساعد وزير مالية للسياسات يقولك احنا هنعدل علشان التشوهات. طب يعني ايه مظاهر الجبائية يا استاذ اشرف يا سيادة النائب؟ يعني زي ما شرحت حضرتك، يعني المدارس لما الشمس الشبكي يتحط من ضمن سلع جدول المدارس الدولية زي ما حضرتك بتقولي. يعني أنا ممكن أعدد مجموعة من البنود، ودي طبعا أنا هقعد مع جماعة في لجنة الخطة والموازنة وهنحط لستة بالنقاط اللي محتاجة إن احنا نعيد المناقشة فيها مع الحكومة، عشان أنا عايز القانون ده يتخلص. طب عدد لنا مثلا 4-5 حاجات من اللي حضرتك شايفهم. أنا بقول لحضرتك زي مثلا البطاطس المقرمشة اللي حطوها في جداول مكاتب المحاسبه ومكاتب المحاماه اللي هياخدوا منهم 10% بدون ما يسمح لهم قط الضرائب المباشره غير المباشره اللي يتحملوها في شراء مستلزمات المكاتب تشتغل بيها. يعني خروج عن الاطار العام لفكره القيمه المضافه. وهنناقش الحكومه فيها وهنحاول نوصل معاهم ان القانون يبقى فيه هارموني كامله. القاعدة تطبق على الكل بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، مش عشان الأغنياء يقدروا يدفعوا في المدارس الدولية. على فكرة أنا ما عنديش حد في المدرسة، يعني لا هو كلنا عندنا ناس في المدارس. أنا ابني سيتخرج بس خلاص، بس في النهاية احنا عارفين انه كتير من الطبقة المتوسطة الآن بقت ولادها في المدارس اللي هي مدارس اللغات والمدارس الدولية، حتى لو ما كانتش المدارس الغالية قوي ففي مدارس متوسطة نتيجة فشل نظام التعليم في مصر. صحيح. ففي حاجات حقيقه انتقائيه قوي في الجداول الخضوع، وحاجات انتقائيه في المنافسات. نعم. مفروض نرجع نتكلم. بشكرك. الاطار العام بتاع القانون في نوعين من الضرائب موجودين، وده الكلام اللي انا اتكلمت فيه في المجلس، لان هذا القانون الحقيقه بيرسخ لضريبتين مش لضريبه واحده. ضريبه قيمه مضافه زي ما هو مكتوب في اول ماده من مواد الاصدار، ثم ظهرت ضريبه اكسايز تاكس تحت اسم ضريبه الجداول. وده لازم يقنن بشكل واضح. يعني هذا القانون لازم يتغير اسمه اصلا، يتقال ايه عليه؟ قانون ضريبه القيمه المضافه والضريبه على الاستهلاك او والضريبه الجدول. ما العلم طبعا ان دلوقتي انا عندي اشخاص هيدفعوا ضريبه دخل وضريبه قيمه مضافه، فالموضوع ده ما اعرفش ده فيه ازدواج ضريبي ده ولا ما فيش ازدواج، لان الحقيقه في ضريبه على قافي الدخل الشخصي وفي ضريبه على استهلاك. يعني ضريبه القيمه المضافه دي ضريبة على الاستهلاك لا تتعارض مع ضريبة الدخل. إنما طيب. يعني احنا عندنا أكتر من موضوع هنتكلم فيه في لجنة الخطة، وأنا بحقيقة بشترك معهم في هذه اللجنة بحيث إن احنا يبقى عندنا جدول نحطه للمناقشة مع سعر الضريبة. لازم نفكر فيه مرة واثنين وثلاثة. يعني أنا قلت لعمر منير وقلت للدكتور عمرو وزير الماليه، قلت لهم يا جماعه النهارده احنا بنتكلم على وجود ضريبه قيمه مضافه ثم تحتيها في ضريبه جدول او ضريبه استهلاك. معنى كده هناخد حاجه زي التليفونات اللي بندفع دلوقتي 23% ضرايب من 15. دي نقله كبيره جدا. التليفون المحمول مش رفاهيه، التليفون المحمول لقطاع كبير من الشعب، من فقراء هذا الشعب بيستعملوا الأداء شغلهم. يعني ما ينفعش نطلع، يعني هو الضريبة على الاستهلاك هنا، فممكن ممكن يعني كلما استهلكت كلما زادت الضريبة. لكن صحيح، بس هو هيبتدي يفكر في نقل عبء الضريبة على مستهلك آخر.
لا ما هو طبعا كل حاجه كل عيب هيتنقل على مستهلك اخر. نعم دي ضريبه غير مباشره ولا نعم. نعم بشكرك سيادة النائب أشرف العربي عضو مجلس النواب، وأيضا معايا النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة. سيادة النائب يعني كيف تقرؤون القانون؟ هل لكم ملاحظات؟ أكيد النهاردة أول يوم اجتمعنا اجتمعت المجموعة المسؤولة عن الضرائب عشان تناقش هذا الموضوع، والأسبوع الجاي لينا قاعدة مع المتأثرين بالقيمة المضافة من الشركات المالتي ناشونال اللي شغاله في مصر. القانون لسه تحت الدراسه زي ما الدكتور اشرف قال لحضرتك. الحمد لله حضرتك بدات بالدكتور اشرف، الدكتور اشرف ده زميل عزيز وخبره يعني كبيره في قصه الضرايب، ف يعني الكلام يعني سابق لاوانه في الموضوع ده، واللي هيحصل تعديلات على الجداول اللي جات لنا. الجداول دي جات لنا يا دوبك من يومين، فيها حاجات كتير لنا ملاحظات عليها. الجرايد نزلت عناوين مثيره يعني لا هي مش مثيره، هي غير دقيقه يعني، هي فكره غير دقيقه. البنزين عايزين العربيات هتزيد وال 92 48 قرش كلام ايه يعني غير دقيق، لان ضريبه المبيعات اللي مطبقه حاليا فيها البنزين ال 8 عليه 18 قرش. بس الوزير اكد كمان انه السيارات مش هتزيد، هل انتم متاكدين من المعلومه دي ان العربيات فعلا مش هتزيد زي ما الوزير قال؟ لا دي بقى هيبقى مجال نقاش مع الوزير فيها. دي هنتناقش مع الوزير فيها، لان يعني ايه احنا البنزين متاكدين انه مش هيزيد، لان ضريبه المبيعات هي ال 18 قرش وهي ال 48 قرش، فالفرق صفر. اللي نزل العنوان في الجرايد نزل الاجمالي اللي هو بندفعه احنا دلوقتي من ضمن الثمن بتاع اللتر بتاع البنزين. لكن في حاجات كتير هنناقشها، الرد مع حضرتك يعني يبقى اكثر وضوحا يعني بعد يوم الثلاث الجاي، ان احنا عندنا الثلاث اجتماع مهم جدا الجاي. بالظبط نكون عرفنا. وان شاء الله يعني ايه يعني محدود الدخل يعني ان شاء الله مش يعني تاثيره هيبقى عليه شبه ضعيف. شكرا سيادة النائب ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة. طب زميلتنا فريدة محمد معنا على التليفون، مراسلتنا في البرلمان. فريدة النهاردة كان في يعني مناقشة محتدمة حول المعاشات. طيب فريدة هترجع لنا تاني حتى تعود لنا فريدة. الحقيقة أنه غير المناقشة المحتدمة تحت خطبة البرلمان حول المعاشات، وربما كان في خلاف يعني مع الوزيرة غادة والي. الحقيقة أنه كل الناس اللي عندها كريدت كاردز أو ديبت كاردز بقالها أسبوعين ثلاثة عايشة في بانيك، عايشة في حالة من الفزعة، بالذات الناس اللي بتسافر. كل شوية جيلهم مسج من البنك أنه تم إيقاف التعامل بالديبت كارد أو كارت الخصم الخاص بيك في الخارج. طب والناس اللي عندها مستشفيات، والناس اللي عندها تعليم، والناس اللي عندها اللي واقفه قدام حتى اجازات واوتيلات، الناس دي هتعمل ايه؟ يعني فجاه ده حصل في فجاه، ثم بتلاقي البنك رجع تاني بعد ما بيكون في رد فعل غاضب، البنك بيرجع تاني و يعني بيقول لا، بيرجع في كلامه. الحقيقه الموضوع ده حصل عده مرات، اخره النهار اخره كان امبارح بالليل بعد يمكن ما انهينا البرنامج. كان في مسج وصلت لي كل عملاء بنك الإمارات دبي الوطني بأنه البنك قد أوقف التعامل مع بالديبت كارد أو بطاقة الخصم الخاصة به في الخارج تماما ولحين إشعار آخر. طبعا الناس كلها بعتت المسج دي لبعضها، كان في انزعاج واضح في السوق المصرفيه وفي السوق عموما وبين كل الكلاينتس، وابتدينا نسمع ان بنوك اخرى بدات تعمل هذه القصه. كان في فصدر بيان من سهر الضماطي نائب العضو المنتدب وعضو مجلس اداره بنك الامارات دبي الوطني، مصر باستمرار العمل ببطاقات الخصم الائتمانيه الخاصه بالبنك بالخارج، وانه لن يتم ايقافها على الاطلاق، ولكن سيتم تحديد اسقف ائتمانيه للبطاقه. المسج اللي اتبعتت بالانجليزي للعملاء، ده البيان الصحفي، لكن المسج اللي اتبعتت بالانجليزي للعملاء ان هو بعد ردود الافعال التي وصلتنا من عملائنا ونتيجة بعض الدراسات الداخلية، فقد قررنا ان احنا تو ريستور الديبت كاردز مرة اخرى واعادة العمل ببطاقات الخصم،
بليمت $1,000 في الشهر، بحدود $1,000 فقط شهريا، ان انت تقدر تسحب بيه بطاقه الخصم الخاصه بيك من حسابك بما قيمته $1,000 شهريا. طبعا دي مش قيمه كبيره، لكن احنا اظن ان احنا محتاجين، وده جزء من قصه الشفافيه وجزء من اللي انا كنت بقوله، ان احنا محتاجين نقول للناس ليه. ليه؟ لانه مفيش دولار. ليه؟ لان هذه البنوك ليس لديها عمله صعبه، فانت وانت بتسحب بالمصري هو ما عندوش يوفره لك بالدولار. ده جزء. الجزء التاني ان في ناس طبعا اساءت استخدام الديبت كاردز دي، وكانت بتسحب بالدولار من بره وترجع تبيعه، يعني بتلعب اللعبه اللي هي لعبه السوق الموازيه. ولكن كون واحد او 10 او 100 اخطاوا، ده مش معناه ان انا احاسب الشعب كله او احاسب العملاء كلهم. انا مش ذنبي ان انا كنت ان انا ابقى ملتزمه وعميل اخر حرامي او مخطئ او مجرم، وهو في النهايه يتعاقب لان هو حرامي او ان هو غشاش او ان هو نصاب. فده جزء تاني. كل ده ايه؟ منظومه ثقه. كل ده شفافيه. كل ده له علاقه بسعر الصرف، اللي اظن انه لازم يعني يكون له حل قريب، واعتقد ان في ارهاصات مهمه من تصريحات محافظ المركزي مؤخرا حول هذا الامر. ولكن الاهم ان حد يطلع يقول لنا هو البرنامج ايه، تفاصيله ايه. احنا قلنا بعض الملامح، ولكن هو ايه هيودي على فين، وامتى هننتهي من او هنخرج من عنق الزجاجه. معي على الهاتف استاذ حسام رؤوف، الرئيس الاقليمي السابق لمنطقه الخليج لبنك كريدي سويس. استاذ حسام مساء الخير. استاذ حسام. ايوه مساء الخير. يعني مساء الخير. كل هذا يعني الكلام اللي حوالين الكريدت كاردز والديبت كاردز سببه ايه في رايك؟ هو سببه طبعا احنا ما فيش جدال ان السوق الدولار، سوق الدولار جنيه مصري، اتحولت لسوق موازيه، ما بقتش داخل البنوك. صحيح. دي المشكلة الرئيسية، وللأسف إن في تركيز جامد جدا على الأعراض الجانبية بتاعت دي زي الديبت كارد والكريدت كارد. مش هي دي المشكلة، المشكلة إن سوق الدولار جنيه خرج من البنوك وراح لسوق موازية، والسوق الموازية دي إحنا مش عارفين بتعمل إيه بالعملة، والعملة دي يعني مورد وطني. فدي المشكلة الرئيسية. وبالتالي هو المطلوب إن إحنا نطلق يد البنوك علشان كل التعاملات دي، نطلق يد البنوك إن إحنا نطلق سعر الصرف، فالبنوك تعرف تتعامل بالدولار، فيرجع التعامل بدل ما هو 90% خارج البنوك يرجع داخل البنوك مرة أخرى. طبعا ده مطلب رئيسي لكل البنوك. بس برضو يا لميس عايز أقول حاجة، إن برضو المطلب ده إن يتقال بصورة مطلقة برضو في نوع يعني صح. من إكستريمست. صح. لأن النهاردة الدولار لما يا جماعة بيتحرك من 9 جنيه بيبقى ب 12 جنيه، ولو ده بقى السعر الرسمي، ده معناه ان ليه تاثير جامد جدا على عجز الموازنه. طبعا. ان عجز الموازنه فيه بند الدعم، وبند الدعم ده عباره عن سلع بنستوردها بالدولار وبنبيعها بسعر ثابت بالجنيه المصري. فكل ما بنعلي سعر الدولار الرسمي بينعكس على ان جميع السلع الرئيسيه اللي الشعب اتعود انه ياخدها بسعر معين، الجاب دي او العجز ده بيزيد وبيزود عجز الموازنه. وعجز الموازنه من اهم الحاجات المؤثره في سعر العمله، لان عجز الموازنه ده معناه ان المطروح بالعمله المحليه بقى اكتر من اللي جاي لنا بالعمله الاجنبيه، فبالتالي سعر الصرف بنخش بدايره مغلقه. ان سعر الصرف يبتدي يتحرك تاني. فمهم جدا معالجه الدعم هي الحل لمعالجه سعر الصرف. اظن دي مشكله ملهاش علاقه بالبنوك. بس كمان الجزء الاخر هو ان انا لازم اجذب، يعني ابتدي اشتغل على الاستثمارات وعلى الدخل، لان انا مش هقدر. طبعاً. يعني ما هي منظومه، كل يعني منظومه مرتبطه كلها ببعض. ما هو للاسف ان البنوك متحمله اجر منطقتها يا لمين. صحيح. يعني البنك المركزي والبنوك متحمله بمشكله قوميه ليها علاقه بالسياسه العامه للدوله. البنوك بتتعامل في النقد، عشان كده في حاجه في سياسه ماليه وسياسه نقديه، احنا بنتعامل من ادوات السياسه النقديه البنوك، واللي بيحدد السياسه النقديه دي البنك المركزي، فاحنا بنتعامل في السياسه النقديه، ودي تعتبر سياسه موازيه للسياسه الماليه بتاعت الدوله، فاحنا ما بنتحركش في ذاكي، ما بنتحركش في عالم لوحدنا، احنا كل حاجه الدوله بتعملها كسياسه ماليه او كسياسه عامه بتاثر على السوق بتاعنا. وبنضطر نتعامل معاها، لكن ما نقدرش نقول ان احنا المتحكمين، احنا مش متحكمين. صحيح. احنا بنعمل اللي نقدر عليه للتعامل مع السياسه العامه للدوله. انا اسف يعني نقول الكلام ده، بس لا منطقي. الاعلام بيحمل البنوك العوارض الجانبيه للسياسه العامه للدوله. طب اذا كان العوارض الجانبيه بقت هي الموضوع الرئيسي
في في النهارده اللي بيتم طرحه في الاعلام بصوره رئيسيه وبيأثر على الناس طبعا، بس قصدي ده عارض جانبي لمشكله الدولار اللي هي جزء كبير جدا منها راجع لمشكله الدعم. احنا من السبعينات يا لميس الدوله مش عارفه تتعامل مع الدعم، وكل مشاكلنا 90% من مشاكلنا مشاكل دعم ومشاكل، يعني انا اسف اقولها برضو تاني، دي مشاكل البقايا من السياسات الاشتراكيه اللي كانت في الستينات اللي احنا خايفين نواجهها. احنا مرعوبين ان احنا نواجهها. احنا لسه بنقول لا خصخصه لكذا، لسه مرعوبين من كلمه البرايفتايزيشن والبرايفت سيكتور. الدكتور القيسوني عمله في السبعينات من شيل الدعم بصوره مفاجاه والثوره، مش عايز اقول ثوره شعبيه، الرد الفعل المبالغ فيه من الشعب ساعتها ادى لتاخير البلد ده 100 سنه للاسف. يعني لو كان عمله بصوره، وطبعا مش قادر اقول انه غلط لان هو تصرف من الناحيه الاقتصاديه، مش انت عارفه طبعا انا بتكلم على ايه، مش لو فاكره يا لميسه. فالرد الفعل ساعتها العنيف اللي هو كل الناس يناير، احداث يناير 77 طبعا مش ممكن ان احداث يناير بعد 30 سنه النهارده جايين لغايه دلوقتي مش عارفين نتعامل معاه. لازم مواجهه الشعب، ان الدوله ما عندهاش القدره على توفير التعليم بالشكل ده والصحه بالشكل ده والسلع بالشكل ده، وبالتالي لازم مواجهه، لازم صراحه. وبالتالي البنوك احنا يوم ما يتم التعامل مع الدعم وبالتالي عجز الموازنه ده يتظبط، تاكدي البنوك هتعمل دور فعال اكتر كتير جدا من اللي هي بتعمله لمصلحه الاقتصاد بدرجه يعني الشعب لا يتخيلها. بالعكس احنا عندنا يعني في البنوك احلام جامده جدا وعارفين هنعمل ايه بالظبط وعارفين نتعامل مع الاستثمار ازاي بالظبط، عارفين نجذب استثمارات بطريقه منظمه ولمصلحه الدوله، بس العوامل الاقتصاديه اللي بتحصل دي مش قادرين نتعامل، لان النهارده يجي السعر 9 والسعر 12 وكل ده مش في ايدك، كل ده بره ايدك، انت بتتعامل في 10% بس من 90 مليار دولار واردات، انت بتعملش معلو. طيب انا بشكرك استاذ حسام رؤوف رئيس الاقليمي السابق لمنطقه الخليج لبنك كريدي سويس. نرجع ليه طبعا مره اخرى الجراه، عندنا مريض محتاج دواء، محتاج الدواء ده مر، يعني كلها حلقه متصله، رؤيه واضحه نقنع بيها الناس، بس نقول للناس احنا رايحين فين. ثقه في الاقتصاد، الاقتصاد سايكولوجي، الاقتصاد له علاقه جد كبيره جدا بالثقه والاحساس انه بنعود للثقه مره اخرى. رجع الثقه للاقتصاد، رجع الثقه للقطاع الخاص، واطلق ايديهم هيشتغلوا. زميلتنا فريدة محمد مراسلتنا في البرلمان، فريدة النهاردة كان في مناقشة حماية الوطيس فيما يتعلق بالمعاشات، ماذا حدث؟ طبعا الجلسة شهدت مشادات كلامية ساخنة بين النواب ورئيس المجلس. رئيس المجلس كان يحاول توصيل رسالة للنواب مفادها أنه لا يمكن أن نزيد المعاشات بشكل تعجز عنه امكانيات الدولة. الرقم كان كام؟ كانوا عايزين اكتر، يعني الدوله طرحه 10% والنواب عايزين اكتر من 10%. هناك من طرح نسب، طبعا هذه النسب متفاوته في شكل مطالب عرضها النواب، وبعضهم وجه اتهامات لوزير التضامن الاجتماعي وتحدث عن اهدار اموال المعاشات او ان الدوله لم تحمي اموال المعاشات، وكان الاتهام مباشر للوزيرة، والوزيرة طلبت بحث هذه العبارة من مضبطة الجلسة ورئيس المجلس وافق على هذا الأمر. طبعا المشادات الكلامية بدأت حينما طلب النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في ما أسموه ضياع أموال المعاشات بخلاف مطالبتهم بزيادة النسبة عن 10%. بعضهم تحدث عن أن تزيد بنسبة 20%، وبعضهم تحدث منين يعني يا رب يدبروا الموارد وإحنا نزود كل حاجة. طيب فريدة خليني على تزويغ النواب، أعتقد أن كان في خلاف أيضا بين السيد رئيس المجلس وبين النواب، النواب مش موجودين غالبا بيصيفوا أو كده. بالفعل كان هناك أزمة تتعلق بعدم إقرار قانون النقابات العمالية والذي تأخر التصويت عليه يعني ما يقرب من 5 أو 6 مرات. كان رئيس المجلس كلما طالب بالتصويت على هذا القانون لا يجد نسبة الثلثين التي تتطلبها الدستور، وبالتالي كان يؤجل التصويت عليه، ولكن اليوم فاض به الكيل وأبدى غضبه أمام النواب ويعني استخرج أو لوح ببعض الورقات في يده وقال هذا الورق يحوي أسماء النواب الذين يغيبون عن الجلسات ولا أريد أن
أعلن أسماءهم أمام وسائل الإعلام حفاظا على كرامة المجلس، وأنه يعني وجه لهم برسالة شديدة اللهجة لا يوم يعني من غير اللائق بي كرئيس مجلس وبالبرلمان أن أعاقب النواب بسبب الغياب، وقال أن برلمانات العالم لم تشهد حوادث من هذا النوع، وأنه اطلع على أغلب هذه المضابط ولم يجد أن رئيس المجلس اضطر لفرض عقوبات على النواب بسبب الغياب عن الجلسات. لكن عدد من النائبات والنواب طلبوا بشكل رسمي بأن يتم تفعيل اللائحة تجاه النائبة أنيسة حسونة مثلا، أعتقد أنها طلبت بتفعيل اللائحة في خصوص تزويغ النواب. بالفعل النائبة أنيسة حسونة والنائبة سوزي ناشد، ووصل الأمر إلى أن أحد النواب يعني خرج عن هدوءه وقال لرئيس المجلس يعني استخدم عبارة يعني لدرجة أن بعض طلب شدها من المضبطة، وهو قال يعني إذا كان هؤلاء النواب مشغولون بأعمال لهم فنحن لسنا صيع على حد تعبيره، واضطر يعني النواب لتهدئة هذا النائب. وقام رئيس المجلس بالحديث عن أنه هدد أكثر من مرة يعني الغياب قد ايه يا فريده؟ يعني احنا يعني الارقام اللي عندي كان في اكتر من 200 نائب غايب، يعني بتتفاوت من جلسه احنا حتى مش في الويك اند. يعني لو تحدثنا عن الارقام حتى يكون هناك دقه، هي بتختلف من جلسه لاخرى. بعض النواب يتركون احيانا الجلسات، واحد النواب تحدث عن ان بعض النواب يعني هذا النائب الذي تحدثنا عنه قال ان بعض النواب لا يظهرون الا على شاشات التلفزيون ولا ويتحدثون باسم المجلس، وهم لا يحضرون الجلسات ولا مناقشات اللجان. هذا بشهادة هذا النائب الذي تحدث. طبعا رئيس المجلس وفقا لشهادته قال ان في عدد كبير من النواب لا يحضر الجلسات، وأنه لديه كشف من الواقع البصمة الإلكترونية. طبعا الرقم لا يمكن حصره بدقة، لأن احنا بنتكلم على أحيانا تكون هناك لجان منعقدة أثناء انعقاد الجلسات، ورئيس المجلس يعني حتى يستطيع أن يواجه هذه الظاهرة أو يعرف أسبابها طالب رؤساء اللجان بألا يعقدوا اجتماعات اللجان أثناء في الوقت الجلسة العامة حتى لا يختل نصاب القاعة، وهذا الأمر يعطل المجلس كثيرا، ويجعل رئيس المجلس يعني يؤجل التصويت على عدد من عشان ما فيش التلتين، والتلتين ده يعني كام؟ حوالي 400 مش كده؟ حتى لا يكون 390 او 400 بالظبط، يعني حتى لا يكون. طبعا في بعض النواب يعني توفاهم الله، فيعني بتبقى مثلا الرقم اللي هو 399 او 400 مش فاضيين. بشكرك فريدة محمد مراسلتنا في البرلمان. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نتكلم على صفقة مصر الطيران الجديدة لشراء طائرات جديدة، من أين تم تمويل هذه الصفقة، ونتكلم أيضا عن تركيا، ونتابع باقي الأخبار.